ناس اللي قلتي لي شويه نسمع الهضره جايه لعندي الرجال جايين حتى لهنا وصلت لهاد الصاري حبيبي تقريبا جوج واحد عامر وعنده واحد اللحيه كبيره كحله اللحيه ديما تالي عليك البوطو حيت عاطيني الوجه وبداو كيضرب له في ظهره ما نيش الوجه مزيان عنده اللحيه من هادوك الصحاب اللي كيهضروا راهم اللي شادين الدين شني كان في يدهم شي حاجه الثاني اللي عنده واحد الكابا ديال الجلد عنده واحد الكاسك ديال الموتور كاسك الموتور الكاسك الموتور واخا في الظلمه يبان لك لانه كيتشوك شد في الصمته دائري راه فين دائري ولا كاين شي حاجه اخرى ولا شي لاباراي ولا شي حاجه اخرى كان عندهم شي ماتريال باش كانوا كيحفروه الماتريال هزوه مني خوش عليهم هو وجا عند من الاول ما نوضنيش قال لهم السلام عليكم شنو خصكم قالوا له ودي عندنا واحد البيل خصنا نشارجيوه هو بحال لافطن هو عارف ان الضو مخسر وهذوك يقولوا البيل والنص الليل كي دايره ساعة وسوس تماجن عندي أنا مني هم قالوا له آجي آجي حقا آجي لعدنا غير آجي هو خاف تما كان جا لعندي ومني جا لعندي نوضنا وجينا لعندهم لهنايا وقلت لك ومني هو خوش عليهم مني هو خوش عليهم شوية بحال خافوا هزوا الدوزان فهمتيني أنا باقي ما شفت لا حفير لا والو مي تقاجو معايا الحيط سمعتو كيقول له نوض نوض عنده واحد اللكنه يعني نقدروا نقولوا بحال الريافه اللي جاوا من ناظور الحسيمه عنده واحد اللكنه قريبه شويه للريافه يعني وخلا عايش في هذه المناطق مغلبه عليه تاريفيت كيقول له قلتي لي نوض 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 بديك الطريقه ديالو يعني بحال خارجه لهم خاويه بالنسبه لمن يدخل لهنا كانوا كيحفروا علاش كيحفروا شنو هو السبب اللي خلاهم انهم يجيو لهنا يحفروا ايوا الحفر راه كامل دابا الاضريحه كاملين ولاو متهومين واخا يكون الضريح مات عنده 60 سنه راه متهم لا قال لك اسيدي ما كاينش الضريح ما كاينش الوالي ما عندوش تاريخ تما صندوق دفنوه تما قدر دفنوها تما يعني يقدر يكونوا كانوا كيقلبوا على الكنز كانوا هو علاش غيحفر علاش غيقلب الجود تاع عنده على الاقل 140 سنه ها 140 125 200 وزياده لا انا على حسب الوفاه بلاتي على حسب الوفاه ديال سيدي المختار باش توفى دابا حسب معايا توفى دابا 85 سنه راه التاريخ تما عابلة ورا كاين التاريخ حسب الهجري المهم حتى تكملوا ونشوفوا التاريخ اييه لا حنا كنديروا عمليه حسابيه نعم 80 سنه باش توفى سيدي المختار توفى في 63 سنه كنزيدوا 63 سنه على 80 سنه شو شحال عطاتك يعني الخلق ديال سيدي المختار اللي ما عارفينهاش هي العمر شحال كان ديال سيدي المختار ملي توفى باه سيدي الصديق يعني الماكسيموم 140 145 سنه لان الصالحين كاملين كيموتوا كيخليو ولادهم صغاري ودائما كيموتوا في 63 61 62 ما كيفوتوهاش اي صالح اللي هو عنده الولايه دائما عيدا وانت سي خالد قلتي لي ملي جيت لعندك انا البارح قلتي لي هاد الناس هادو كانوا دارسين هاد الشيء وكانوا يقدروا يكونوا ساكنين هنا شي واحد راه مصطفهم هنا دارسين لان ما دخلوا لا بحديد ما دخلوا لا بحديد لا بوالو الحديد ما كاينش والسكات ما يمكنش يجي واخا الحديد يحطوه في البعد عنده ما يتفضح الامر لان جوج ماشي كافيين انا شفت عين جوج راه باقي كاين الثالث وما ربما باقي كاين الرابع وانتم راه شفتوا الخدمه كي دايره باقيين جاوا لهنايا ما عارفش الا ديك الوجه اللي شكيت فيه انا ديال اللحيه سابق لي شفتو الاثنين خارج انا في 12 ونص بحال هو خارج يتقدى سبتو في النص ديال الطريق قال لي السلام عليكم واحد الجلاب بنفس القلده بنفس العماره وفي الظلمه من يضرب له الضوء في الظهر يعني بنت لي ديك اللحيه بهذه الطريقه نفس الفورمه اللي شفتها الاثنين هابطه الحق ما عرفت واش هبط لهنا ولا هبط عند شي واحد في الدوار شكرا يعني انا خارج حاجه وحده قلتي لي لا خلينا من الساعه راه هو صرح بها حيت انت قلتي لي هما كانوا جوج وما طلعوش مي داروا الجريمه ما طلعوش الطريق اللي كيطلعوا بها الناس السكان ديال البلديه لا لا ها الطريق دازوا من هذا الطريق خرجوا من طريق واحد اخر ما مشاوش الطريق الرئيسيه اذا تما اكدتي لي بان القضيه مشاو عند شي ناس من الدوار كاينه باش يبرد الحال كاين باش يطلع الصباح باش يطلع بحالو حيت علاش حيت فكر معايا حيت لا كنت انا بوحدي وانتم بجوج بكم خافتوا مني ما ماكسيمو انا غنغوت غادي نخدم تليفونات نهار اللي جاو الاخرين اي جاو دخلوا السيد وضعت مشينا مشيت سمعت الهدير ها
هيا قلت لي مش كاش عمي وشكاش عمي نهض فيهم قبل يدخل عندنا أهربت منهم ما دخلتش أنا. خفتي منهم؟ ما خفت منهم أنا رجل كبير خمسة وتسعين عام عدي ما قدرش ندخل عندهم يقتلوني والبرد والشتاء عندي 95 عام. دابا أنت هو الحارس اللي هنايا؟ أيوا أنا راه بالبال هنايا. أول مرة كيجيو لهنا باش يدخلوا يحفروا ولا؟ ها؟ واش أول مرة كيجيو لهنا باش يحفروا؟ لا ما دخلوش ما جاوش كان يجاو يحفروا ثاني واحد السيد هاو هنا ذاك الحوش. نعم. سيد الصديق. ها؟ سيد الحسن. نعم. وسيد الحسن عاود جاو في غرق الليل تا كانت مشوت كذلكي ما شناها مشي مرة تجينا بالنهار تجينا بالنهار غنصيبوا سيد مفتوح مفروع محفور. وانا 95 عام عدينا ما نقدرش نوقف حتى دقيقة في الشتاء والبرد. نعم. وغرق الليل جيد الليل وانا ما نقدرش بقدرة الله هكذا. شكرا.